اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بضيوفنا لاعبي العاب القوى والنجوم، بقى خلاص هم نجوم بس على سنهم الصغير، يمكن صاحب ال 18 عام عبد الرحمن محمد. برحب بيك يا عبد الرحمن. مرحبا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن اسام. بنرحب بالريتاج، ريتاج اسامه صاحبه ال 15 عام. ايوه الاعمار اللي بقولها انا بحب اقول الاعمار ليه؟ عشان هنتكلم بعد كده على الانجاز. اهلا بيك يا ريتاج. اهلا بحضرتك، منورانا. طيب اجي لك يا عبد الرحمن، يمكن انت كان انجازاتك او الميداليات اللي انت خدتها معايا هنا في بطوله الجمهوريه اللي فاتت، كلمنا عن اخر لقطه، انا مش هرجع ورا كتير. بطوله الجمهوريه دخلت في كام سباق؟ ما شاء الله حصلت 3 ذهب، دخلت في كام سباق وخدت فيهم ميداليات ازاي؟ هو انا ايفنتي الاساسي 800 متر و1500 عدو جري. تمام، مسافات طويله دي تعتبر مسافات متوسطه متوسطه. تمام، وبلعب كمان 3000 متر موانع معاهم. ما شاء الله، يعني انت بتلعب دايما الحاجه الطويله اللي بلعب هو وكمان طويلة. برضو عندي ميزه السرعه، فبلعب ال 4 في 400 تاتي 400 متر عدو. برافو، يعني انت عندك تحمل وسرعه، عندك الاثنين. فانت بيلعبوك مسافات طويله ومتوسطه وبيلعبوك كمان السرعات، السرعات اللي هي 400. طب انت شاركت ايه في الجمهوريه بقى؟ شاب اشارك دايما في 800 متر او الموانع. 800 متر او الموانع ولا 800 متر موانع؟ لا 800 متر ده ايفنت، والموانع دي طبعا ايفنت تاني. طب انت شاركت في انهي في الجمهوريه؟ في 800 متر. ما فيش موانع؟ كان ما كانش في موانع، كان مسموح لي بايفنت واحد وتتابع. ايوه كده نفهم الناس. يعني انت يعني مش انت ممكن تشارك في الاثنين بس انت مسموح لك في ايفنت واحد. كان السن ده كان اخر ماتش، ما ينفعش اللي هو ليك ايفنت واحد. انت اخترت 800 متر. 800 وقدرت منها ان انا احقق الميداليه الذهب 800 متر. كانت الميداليه دي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 13 سنه تحت 18 سنه. بسم الله ما شاء الله. خلي بالك بطوله الجمهوريه دي تحت كام؟ تحت 18. برافو عليك، عشان نوضح دي مش بطوله جمهوريه عمومي، دي تحت 18 تحت سنه. تحت 18. ولكن انت البطوله دي بقى لها 13 سنه او ميداليه ذهب بقى لها 18 متر عدو، بقى لنا 13 سنه ما خدناهاش. 13 سنه ما دخلتش النادي الاهلي. رجعت الحمد لله، انا قدرت ارجعها النادي الاهلي. الفرق بينك وبين اللي وراك قد ايه كان؟ كان فرقي كان كبير، يعني كبير. كان 20 متر والتلاتة. بسم الله ما شاء الله، يعني انت اصلا كسبان كمان مريح. يعني كمان في الواحد في الاخر هدى لان ما كانش سامع صوت رجلي حد ورا، فاستريح قوي. طيب خليني اقول لك سؤال بيطرح يعني اكيد في ذهن الساده المشاهدين. طب انت تحت 18 حققت الرقم ده، طب رقمنا في العمومي كام؟ هل بعيد عنك ولا انت تقدر تجيبه؟ لا لا ان شاء الله، ان شاء الله البطوله الجايه تحت 20 سنه بعديها على طول بسبعة ايام اسبوع بطوله الدرجه الاولى باذن الله. باذن الله نقدر نعمل ارقام ونعمل ارقام تاهيليه كمان لبطوله العالم. طب خليني واحده واحده معاك، انت رقمك كام دلوقتي؟ انا رقمي دقيقه 55 في 800 ده تحت 18. تحت 18 العمومي. عندنا الرقم المصري كام؟ الرقم المصري هو رقم صعب. كام قول لي؟ دي 44. مش صعب عليك بس باذن الله نقدر نعمله مع الوقت. 11 سنه، 11 سنه لعيب كبير، بس انت ما شاء الله عندك 18 سنه لسه إن شاء تقدر الله. تجيبه ان شاء الله، الله باذن الله باذن الله. طب خلينا نروح للريتاج. ريتاج 15 سنه، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك، سنك صغير، ثالثه اعدادي. انا عايز اقول لك ما شاء الله يعني سنك صغير. طب انت لعبت برضه بطوله الجمهوريه تحت 18؟ شاركتي في سباقات ايه؟ شاركت في ال 200 متر وال 400 وال 4 في 400. 4 في 400، يبقى انت كده بتجري قصير كله مفيش. يعني يمكن انت عكس عبد الرحمن، عبد الرحمن متوسط طويل، انت قصير. طيب التلات ايفنتات اللي انت شاركت فيهم الميداليات اخبار ايه؟ عملت في ال 200 تاني وفي ال 4 في 100 اول وفي ال 4 في 400 اول برضو. ما شاء الله، خلي بالك برضو يعني انت انت لعبت تحت 18، انت لعبه اصغر من سنك بثلاث سنين. صح؟ ما دي النقطه اللي عايز اوصلها بس الساده المشاهدين، ان انت مش بس داخله يعني انت لسه لك ثلاث سنين في هذا السن. ايوه 18 هتقعد ثلاث سنين، فان شاء الله الارقام هتتحسن. تخيلي بقى وانت عندك 15 بتاخدي الارقام دي. طيب بتفكري تلعبي في بطوله 20 زي عبد الرحمن؟ هو انا كنت بفكر انزل فيها طبعا، بس هو القانون عندنا ان اللي هم تحت 16 سنه مسموح لهم يطلعوا يلعبوا البطوله اللي فوقيهم على طول. ما ينفعش ننزل ال 20، يعني 2007 صغيره قوي على 20. يمكن هو ده، بس ده في ظلم شويه يعني لو حد يعني يقدر. هو ظلم بس في نفس الوقت ممكن في ناس في عندها تفكير ان اللعيبه الصغيره ممكن تتحرق. بصح برافو، ممكن انت بص يعني انا شايف انه يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني كل واحد اضرب لعبته. كل واحد اضرب لعبته، لانه اكيد الاتحاد حط ده حفاظا عليكم انتوا طبعا. تخش مع فرامه جامده يعني. طيب خلينا اتكلم معاكي بقى ارتاج، مش بس على الذهب اللي انت خدتيه، نرجع شويه
ليه العاب قوه؟ ليه اللي خلاكي تبتدي العاب قوه؟ هو انا اصلا بابايا كان بيلعبها زمان. فعلا؟ اه. كان اسمه ايه؟ لا قولي اسم بابا. اسامه عبد المؤمن. اسامه عبد المؤمن كان بيلعب فين؟ في نادي الاهلي برضه. نادي الاهلي، يعني انت اصلا بابا ابن النادي الاهلي. اه. حلو، كان بيلعب انهي سباقات؟ 100 و200. برضه قصير، ايه ده؟ سبحان الله. انت طالعين واخدين نفس الجينات، واخدين نفس الجينات عبد الرحمن بيقول. طيب كملي. بس فبعدين بقى ابتديت اروح، كان اخواتي برضه بيلعبوا. اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر مني بكتير. أوه. ريم ورويده. كم سنه هم؟ ريم 23. اه ده ما شاء الله. ورويده 20. اه ده اخر العنقود بقى وحبيب بابا وقصه كبيره كده. لا في اصغر مني. كان في اصغر منك بس برضه يعني اصغر منك بقد ايه؟ انا اكبر منها بثلاث سنين. لا خلاص راحت عليكي، راحت عليكي خلاص، راحت خليك. كنت بقول اخر العنقود ما بقتيش اخر العنقود، بس قولي انت شو بابا وجهك للعبه؟ اه كنت بروح مع اخواتي يعني بلعب كده. بعدين بقى ابتدى كابتن حمداني يكلمني ان انا انزل وابدا معاه من اول كابتن فتره. كابتن حمداني يعني الناس بتتفرج علينا نازل قدام كيمي. كابتن حمداني، كابتن حمداني هو المدرب بتاعي، اللي هو مدرب الجري مسافات قصيره ليكي. اه ليا. شافك؟ اه خدني بقى، ابتديت ابدا معاه من فتره الاعداد يعني، لحد بقى ما نزلني تيست 16 سنه ودخلت فريق التتابع. لا الاول قبل ما نخش الفريق، انت قعدت قد ايه تتمرني عشان تخش الفريق؟ يعني من فتره الاعداد دي بتقعد مثلا حوالي اربع شهور كده. اربع شهور. أوه. انت لسه بادئه العاب قوه؟ هو انا كنت بلعبها من زمان بس يعني لسه بقى بنزلت بطولات بقى وابتديت اعلق واحقق وكده بتاع حوالي سنتين كده او بس. سنه بس. يعني انت بداتي وعندك كام سنه؟ فاكره؟ اه طبعا فاكره، كنت صغيره جدا، كان عندي مثلا كنت مثلا في ثانيه ابتدائي كده. ثانيه ابتدائي؟ اه يعني بداتي اللعبه وانت صغيره. أوه. بس كابتن حمدان لما بدا يشوف فيكي حاجه بدا بقى ايه؟ هو والله كان عاوزني من زمان بس انا ما كنتش بحب اللعبه اصلا. لا ما هو الجري، بصي الجري صعب بس بعد الميداليات اللي احنا شايفينها دي، لا ده انت لازم تلعبي وتلعبي، وكمان ما يبقاش طموحاتك ان انت، لا ده احنا عايزين مع مصر كمان. اه باذن الله. طيب قلت لي لما كابتن حمدان كلمك قال لك تعالي يلا ريتاج هتنزلي تحت 16 اعمل لك تيست. أوه. كنت قلقانه خايفه؟ كنت متوتره لان انا كنت شايفه كل البنات بقى اللي هم نازلين دي بطولتهم بقى وهم طبعا عايزين يكسبوا وانا جبانه حبتين. بس الحمد لله دخلت وتغلبت على ده وعملت تيست كويس وجبت رقم حلو. وجبت اه في كام 100 متر نزلت بقى سباق التتابع وعملت فيه اول. بعدين بقى خلاص من ساعتها بقى انا حبيت اللعبه خلاص وبقى هتمرن كل يوم وكده. ومن ساعتها بقى نزلت بعديها بطوله 16 عملت تاني في ال 300 ما شاء الله، واول في ال 4 في 100 واول في ال 4 في 200. بعدين نزلت ال 18 تاني ما عملتش حاجه في ال 200. عملت اول في ال 4 في 400 وتاني في ال 4 في 100. بعدين بقى ال 16 اللي كانت لسه من اسبوعين ديت عملت اول في ال 300 ما شاء الله وتاني في ال 80 متر واول في ال 4 في 100 ما شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني انت في سنك اول تاني في 18 برضو محافظه على قد ما تقدري اول. أوه. تاني ما عدا سبق 200 متر بس هو ده اللي راح منك في. أوه. 18. أوه. بس كويس، جود ستار. بس برضو الميداليه بتاعت الاول ما طلعتش من بره النادي برضو، من الاهلي يعني، المنافسه جوه النادي الاهلي. اه اصلا اه يمكن ميداليات اهي، يمكن اكتر ميداليه بقى ليكي بتحبيها ايه عشان اعرضها للساده المشاهدين؟ اكتر ميداليه بحبها بتاعت ال 200 اللي هي تاني. اه دي بس دي فضه بس بحبها. اهي دي اهي دي الفضه بس طب ليه بقى ليه عزيزه عليك؟ علشان اصلا انا كنت يعني قبل لما الكابتن قال لي انت هتنزلي ال 200 انا كنت عماله اقول له انا مش حباها. اه فكنت بدعي بس ان انا يا رب اخش الفاينل بتاع السبق. لا ده انت خدتي تاني. فاه ففرحت قوي. يعني انت مش بصلها هي، برافو عليكي. يمكن ريتاج قالت حاجه يا عبد الرحمن بعفويتها. أوه. طفله لسه صغيره 15 سنه يعني، انت اكيد قالتها بعفويتها، بتقول لك انا الميداليه دي عجباني. الكلام ده درس، خلي بالك احنا انا باخد منك عبر مش عيب. ان الميداليه مش بنوعها ولا بالمركز. بقدر التعب اللي انت حققته والطفره اللي انت عملتها بالظبط، فانت فرحانه بالفضه برغم ان هي فضه بس فرحانه بيها. يمكن في ذهب كتير ما شاء الله، انا مع 1 2 3 4 5 6 ميداليات، اربعه ذهب منهم، ولكن هي ريتاج راحت للميداليه الفضيه. نفس كلامك يا عبد الرحمن، انهي ميداليه بتحبها؟ وانا اغلى ميداليه ميداليه 800 طبعا بتاعت الماتش اللي فات. وريني وريني عبد الرحمن 800 اهي، بسم الله ما شاء الله. دي عشان الميداليه دي طبعا بقى لها 13 سنه ما دخلتش النادي، وانا كنت مضغوط جدا ساعتها. آه. وكان لازم ان انا اجيبها. يعني دي مكتوب عليها الاتحاد المصري لالعاب القوى زي ما حضراتكم شايفين، وده اللوجو بتاع الاتحاد. آه اللي فوق مكتوب ده الاتحاد المصري لالعاب القوى، وفي كمان اللوجو بتاع الاتحاد، اه شعار الاتحاد، ومكتوب ورا بطوله الجمهوريه باللون
الذهب طبعا لان دي ميداليه ذهبيه، وبتبقى لونها فضه لو ميداليه فضيه، ولونها برونزي لو ميداليه برونزيه. انت طب انت لو انت وانت وانت يعني داخل السباق ده، اول ما كان كابتن مدربك اسمه ايه الاول؟ انا عندي اتنين مدربين طبعا، كابتن محمد رسلان ده كان مدربي الاولاني. تمام. فطبعا هو في الفتره دي سافر فبقى معايا الكابتن التاني كابتن فتحي المعدول قبل الماتش بشهر ونص. طب خليني اعرف منك اتكلمت مع مدربينك ازاي، وخدتوا قرار تنزل 800 متر ازاي؟ بس بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع، انتظرونا عندنا كلام كتير مع لاعبي القوى والعدو خصوصا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم انه دلوقتي بتتلعب مباراه الاهلي والزمالك في الكره الطائره في ختام دوري النخبه. الصاله والمباراه بتقام او اقيمت الساعه 9 متاخره، وكانت تقام الساعه 8 او 8 ونص، يمكن المباريات اللي قبلها اتاخرت شويه. كل التوفيق للفريق. الشوط الاول تعادل 11-11، كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله فريق النادي الاهلي عشان يحفظ ما نهايه الشوط هنقول لكم ان شاء الله. عبد الرحمن يمكن اجي لك، مدربينك لما قعدوا اتكلموا معاك هتنزل 18 سنه 800 متر عدو، هل الارقام كانت مشجعاهم ولا كان فيها ريسك؟ يعني كلمني عن اللي حصل قبل ما تترشح للبطوله. هو انا بلعب بالموانع وبلعب ال 800، فكان ساعتها كان في حيره كبيره ان انا العب ال 800 ولا الموانع. هو دايما عشان تنزل تجيب الذهب، لان ده كان كاس. ايوه. فتنزل تجيب الذهب تساعد النادي بالذهبيه في الكاس لانه يكسب الكاس. تمام. فانا متفوق الحمد لله في الموانع برضو وال 800، فكنا محتارين قوي. ننزل انهي سبق؟ مين اللي حسم ده؟ اللي حسم ده الكابتن بتاعي. قال لك انزل 800. هو احنا كنا لاعبين اصلا، كنا ننزل الايفنت واحد ال 800. وانتوا الاثنين كويسين في 800 و 800 و 1500 كمان. مين اللاعب ده؟ اسمه احمد رمضان. احمد رمضان. انتوا الاثنين كويسين بتجروا زي بعض. هو جاب الميداليه دي كمان، جاب الميداليه 1500 بقى لها اربع سنين ما دخلتش برضو النادي. نزل سنة. فالجهاز الفني بالاتفاق مع كابتن ياسر داوود. كابتن ياسر داوود طبعا. نزلوكوا، نزل لك انت 800 ونزل رمضان. انا 800 واحمد رمضان 1500. احمد رمضان لعب اول يوم جاب ال 1500 ما شاء الله، جاب الذهب. كان بقى لها برضه اربع سنين. شجعت انت بقى؟ فهو حمسني ان انا لازم تاني يوم ان انا برضه اجيب الذهب. كان معاك منافسين جامدين؟ كان طبعا معايا منافسين، حتى المنافس اللي كان معايا كان مخسرني قبليها بماتش، خسرني قبليها ماتش. بس منين؟ خسروني من اسكندريه. بيلعب فين؟ مؤسسه اسكندريه. كان مخسرني ماتش، بس الظروف ان انا السبايك حد داس لي عليه في الستارت في الطلقه، فجريت اضطريت ان انا اجري فرده وفرده. قدرت بمعنى ايه فهمني؟ السبايكس اتخلع من اتخلع حد داس عليه فاتخلع من رجلي، بقيت فرده وفرده. فانا طبعا كان عندي شغف ان انا لازم اجيب ذهب. بس في الفاينل ما حصلش ده. لا، ده الماتش اللي هو الفرده وفرده ده كان قبليها. ايوه. هو خد مني الذهب. في الفاينل بقى انت خدت الذهب. انا جريت طبعا، وكانش ينفع ان هو يعني ما طلع كده سبق مرتين. ما كانش ينفع. وكمان الميداليه دي كانت لازم، ان انا كان اخر ماتش ليا، كان اخر ماتش في السنه، كان 31/12 وهطلع 20 سنه. فعايز تختمها ختم مسك بقى. عشان تسمع. وكمان رمضان كسب، ما ينفعش يا جماعه. انت مش هيرجعوني البلد. مش هيرجعوني. فكان لازم اللي هو انت. بس برافو عليك، تحدي. انا جريت حتى كان اللفه الاولى قويه جدا، كانها كانت بطوله عالم. والله فعلا. كانت لفه قويه جدا. هو كمان اللي مدربينك قالوا لك كده. هو كمان اللي كان ماسك اللفه، مش انا كنت وراه. اللفه الثانيه انا اللي عديت منه. عديته. حتى هو كمان لف من كتر ما هو مشاها قويه، هو ما قدرش ان هو يكمل وخد ثالث. اللي جاي من احبط. ما انت خلاص فرقت بفرق 20 متر ولا حاجه، فخلاص قال لك ثاني زي ثالث. فكمان تعدى. بس برافو عليك يا عبد الرحمن. الحمد لله المدريه دي يعني غاليه قوي. وغاليه علينا كمان طبعا. وغاليه علينا مش عليك بس، يعني كل حاجه فيها عرق وجهد وتعب اكيد بتبقى غاليه علينا احنا كمان. طب اجي لك يا ريتاج، يمكن انت عندك 15 سنه، عايزه تخرجي مع اصحابك، عايزه تروحي عند قرايبي، بنت خالاتي، مش عارف بنت عمتي، يعني بتعملي ده ازاي؟ هل بتفضلي التمرين ولا جدا؟ لا والله. قول الحقيقه. والله ما احنا على الهوا، مفيش حد سامعنا. والله بفضل التمرين في كل حاجه. بحب التمرين في كل حاجه. يعني لو في خروجه مع اصحابك، لا انا راح التمرين. ما بقى يعني نادر قوي لما حتى يوم الجمعه مثلا بيكون راحه. احيانا باخد اريح في البيت، بكون مثلا بذلت مجهود طول الاسبوع، فلا مش قادره حتى انزل، هقعد في البيت.
طب قولي لي يعني انت ساكنه فين الاول؟ يعني بعيد عن انت بتمرنوا في مركز اولمبي صح؟ ساكنين في ساكنه فين؟ في الملك الصالح. مش بعيد قوي؟ لا مش بعيد يعني، الطريق بيبقى حوالي نص ساعه. نص ساعه. بيبقى معايا اصحابي فخلاص. بتروحوا كلكم التمرين مع بعض وترجعوا مع بعض؟ بتمرنوا معاكي كام واحده انتوا بتمرنوا مع بعض؟ احنا لا احنا مجموعه كتير حلوه كده يعني. برافو ما شاء الله، برافو عليكم، هايل. يعني انا بس عايز اقول ايه يعني، يعني البنت المصريه بنت جدعه يعني ما شاء الله. يعني نازله وبتروح التمرين ونازله من البيت جدعه، وراح تلعبي العاب قوه لا برافو عليك، عجباني. لا عجباني، برافو عليك. وكمان انت بتقولي انت بتخافي، انت ما بتخافيش ما شاء الله، بتتكلمي كويس جدا انت عبد الرحمن، هايل. بتتكلمي كويس جدا يعني، بتتكلموا وطريقه القائكم حلوه ومتحدثين كويسين. طيب خلينا نتكلم عن التمرين. احنا بنروح المدرسه من الساعه كام لكام؟ لا مش بروح المدرسه عشان ثالثه اعدادي وكده. فاغلب الوقت بتبقى ماشي. طيب التمرين بيبقى من كام لكام؟ التمرين على حسب الايام يعني، احيانا بيبقى من 5 ل 7، احيانا بيبقى من 8 ل 10، احيانا بيبقى من 6 ل 8، وفي جيم من 8 ل 10 كده يعني. طب اكتر حاجه يعني يمكن اللعيبه بتحب دايما تلعب ماتشات. انا عايز العب ماتش، انا عايز العب ماتش. ومش دايما تلاقي لعيب بيحب التمرين يعني. مش دايما تلاقي لعيب بيحب التمرين، بس تلاقي لعيبه بيحبوا الماتشات. انتوا كده برضو؟ احنا بنحب التمرين وبنحب الماتشات. لان لا يعني انا اكتر التمرين ولا الماتشات؟ يعني انت بتحبي اكيد الماتشات لان هي بتكون جاريه، بس طبعا بيكون في توتر. توتر. بس هي بتبقى جاريه واحده، فخلاص بقى يعني تعب شهور بيجي مثلا عندنا في 45 ثانيه. برافو عليك. صح اطلع كل اللي عندي. ده ارحم. انت عارفه يا ارتجا انا مبسوط منك ليه؟ يعني ما شاء الله 15 سنه. وحتى الساده المشاهدين الحكم ليكم، لما تلاقي يعني لعيبه 15 سنه وتجيب حد ممارس للرياضه وبيلعبها باحترافيه زي ارتجا او عبد الرحمن الاثنين، وتتكلم معاهم تحس ان هم مش سنهم. وهي دي دور الرياضه، الرياضه لازم كل اب وام يلاعب ابنه رياضه، مش لازم يبقى بطل زي ارتجا او لازم يبقى بطل زي عبد الرحمن، لازم يكونوا يعني. انا بجد بتكلم على ارتجا، مش حاسس ابدا ان انا مواليد 2007، 15 سنه مستحيل. كل الناس بتقول لي كده. لا ما شاء الله عليكي على فكره الرياضه. طب قولي لي انت ليكي طموحات في الرياضه؟ عايزه ايه بقى؟ اول حاجه عايزه ابدا بيها اصلا، عايزه اكسر رقم مصر في ال 16 سنه. اللي هو كام؟ هو 39. كام 39؟ 39 ثانيه في 300 متر. 39 ثانيه، قول 39. انت رقمك كام؟ انا رقمي وانا اصلا يعني عملت رقم في التمرين غير اللي عملته في الماتش. لا قولي لي في التمرين، الرقم في الماتش بيقل عشان التوتر. بس قولي لي في التمرين. اللي كان في التمرين كان 41.03. انت قربت جدا. والله قربت. اقل من ثانيتين، اقل من ثانيتين. بس اصلا قبل ما الماتش بتاعي يجي جات لي اصابه. ايه جالك ايه؟ جات لي يعني شبه مزق في الضمه. ايه ده؟ طب ازاي لعبت ده؟ الضمه دي ابوخ عضله. ما انا كنت بروح جلسات كل يوم ويوم، وكنت بنزل بقى ما قعدتش سلبي، نزلت التمرين على النجيله بقى. يعني انت كمان رقمك اللي انت حققتيه والمركز اللي حققتيه ده حققتيه كمان وانت راجع من اصابه. يعني انت لو ان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب تقدري تعملي حاجه باذن الله. طب قولي لي يعني اكتر نصيحه يعني بابا كان بيلعب قبل كده بيديها لك ايه؟ ان انا ما اخافش حتى من اللي قدامي، حتى لو انا عارفه ان هو قوي، عشان الخوف بيأثر اصلا على اللاعب. طب لو شفتي حد واقف جنبك في الستارت، وانت عبد الرحمن هترد برضه معايا في الاجابه دي، لو لقيت واحد واقف جنبك في الستارت، انت مثلا لقيتي اللاعيبه واقفه جسمها جامد وطويله وخطوتها وبتسخن. لا مش بالجسم. هو طبعا في بيبقى شكله يخوفك. ما هي دي اللي بقوله يعني. بس هو الفكره ان انت بتجري مش خلاص، وانت اتمرنت كلنا واقفين على ستارت واحد، كلنا واحد، انت بتجري بقلبك. انت ما بتخبطش عينك كده تبص على اللي جنبك على اللي واقف هناك على لا بتاع. خلاص وانت قررت خلاص، انت بقيت في الماتش خلاص، لازم انت في هدف في دماغك وفي انت تمرين وتعب كله بس هيروح. بس يعني تاج قاعد حل الكلمه قالت لك مش بالجسم اصلا. هو خالص. يعني في ناس فعلا يعني بيبقى شكلها كده تفضل تتنطط على الستارت. خلاص دول هياخدوا السبق. بقى وعندها مور انرجي وباور وبتاع تاكلنا في الجري. فبتحصل حاجه ثانيه خالص. بعدين اصلا احنا بنكون معظمنا كلنا بنبقى نازلين السبق بتاعنا، عارفين الشخص ده ايه، معروف طبعا مين ده، بتبقى عارف اللي طبعا جامد ده ولعبت معاه قبل كده. فبيبقى الرهبه، بتبقى الرهبه، بتبقى في متوشه كمان قبلها. هو 18 مثلا وانت 20. فبيبقى لعب ماتش، بيبقى الماتش قبلك باسبوع. فبتشوفه ممكن العكس، انت تبقى بتلعب 20 سنه وتطلع الدرجه الاولى بيبقوا عارفينك. بس الفكره ممكن انت تبقى معروف اكتر لو انت عملت رقم قوي. تحت 20 سنه. فتطلع الدرجه الاولى اللي هم اكبر منك بيبقوا خايفين منك، اللي هو
يعني انت صغير وجاي عندك حماس وعندك عزيمه وكسبان. بس خليني الاول بس اقطعك معلش، انا اسف عبد الرحمن، انتهى الشوط الاول في مباراه الكره الطائره رجال بفوز النادي الاهلي 25-21، ان شاء الله ماشيين في خطه ثابته ناحيه النتيجه المفضله لدينا وهي 3-0 على كل المنافسين اللي حققوا فريق الكره الطائره رجال منذ بدايه الموسم، هي نتيجه واحده 3-0. ان شاء الله النهارده نبارك للفريق وكابتن محمد صلحي واللاعبين على الاداء والنتيجه. طب عبد الرحمن، يمكن كنا بنتكلم عن الطموحات، انا برضو عايز اعرف يعني انت كنت بتتكلم في وسط كلامك في الفصل تقول لي بطوله عالم، عايز اروح بطوله عالم. طبعا ايه بطوله عالم؟ طبعا بطوله عالم في كولومبيا تحت 20 سنه شهر 8. شهر انت تحدد معاده خلاص. اه هتتاهل ازاي؟ هو في ماتش طبعا الارقام بتيجي واحده واحده، مش هتعمل رقم التاهيل مش هتعمله مره واحده. هم مدين لك رقم كام؟ الرقم دقيقه 51. دقيقه 51 انت عامل كام؟ انا عندي دقيقه 55. اربع ثواني مش بعيد. يعني مش بعيد، فقال اللي يجيب دقيقه 51 يتاهل على طول. طب ايه البطولات اللي انت هتجيب فيها الرقم ده او عايز تجيب فيها الرقم ده؟ هو باذن الله الماتش يوم الجمعه الجاي، الخميس والجمعه والسبت، دي بطوله دي الجمهوريه مؤهلة. دي لو عملت فيها دقيقه 51 تتاهل اوتوماتيك لبطوله العالم على طول. وكمان بيبقى فيه تاهيل عن الرينج. ايوه ده بعد كده بقى. بعد كده لا احنا عايزين نخش على طول على الايه؟ على الرقم. على الرقم احسن. هو دي. طب لو لا قدر الله ان شاء الله اتحقق، حققتش عندك فرصه تانية؟ طبعا في بعديها ماتش الدرجه الاولى تمام باسبوع، وفي بعديها هيكون في رمضان ملتقيات، وفي بعد رمضان البطوله العربيه. البطوله العربيه لا ده انا عايز بقى البطوله العربيه في شهر 5 صح؟ شهر 5 لا هنتكلم فيها، لان البطوله العربيه دي ليها دنيا تانية وممكن تاهلكم. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا نجوم العاب القوى، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عبد الرحمن، قبل ما اروح للبطوله العربيه، زي ما سالت ريتاج ليه العاب قوه، برضو نسيت اسالك ليه العاب قوه. هو العاب القوه دي اصلا انا دخلتها بالصدفه. ازاي يعني؟ انا كنت رايح مفكر كوره، اختبارات كوره، كره قدم. كنت رايح اختبارات الكوره. كنا 61 واحد، فتقريبا معظمنا كان مفكر ان هي كوره، فجرينا وقال لك انت جاي ليه، فنقول له كره قدم، فقال لك لا انت جاي هنا العاب قوه. طبعا استغربت، ما كناش نعرف العاب القوه. انت دخلت الاختبارات بالغلط، انا كنت فاكرها اختبارات كره قدم. احنا كنا 61 واحد اصلا، يعني حاليا كم واحد؟ حاليا ما بقاش منهم الا انا، من 61 واحد. انت ما شاء الله، ما ده يدل ان انت عندك عزيمه، عينيك ما شاء الله برضو عبد الرحمن. رغم دي صورك عبد الرحمن اهي، انت في الملعب او في شكلك مختلف خالص. شكل ولا ده التعب ولا ايه؟ لا هو الصور كلها مميته كده، تعب. ده اثار التعب. اثار التعب رهيب. ده بقى التركيز قبل البدايه. ده قبل البدايه، بس شكل شعرك طويل. ده كابتن محمد رسلان. دي انت بتسجد اهو. دي بعد سجده ال 800. والله ده البطوله اللي فاتت. ما شاء الله حلوه ليها، عشان كده انت فرحان بيها طبعا. دي بقى ايام الشقاوه بقى دي. انا 16 سنه. 16 سنه صح؟ ما شاء الله. بس اقول لك على حاجه، انت يعني شكل لعيب عالمي، اسمع مني، وان شاء الله نبقى لعيبه عالميين واولمبيين ان شاء الله. ان شاء الله. بس لما توصل ما تنسناش بقى. لا طبعا، ما نقدرش. نكلمك في قناه الاهلي تقول لنا انا معاك وبيتي طبعا، وانت يا ريتاش كمان اكيد. نكلمكم بقى، ما تقوليش لا الوكيل اعمالي وكلمني لا. كل يوم موجودين هنا. طب قول لي، خلينا نتكلم عن البطوله العربيه. البطوله العربيه مهمه جدا للجميع، والبطوله العربيه يمكن كانت احد البطولات اللي كانت بسبب كورونا اللي فاتت كانت مؤهله ومؤهله للبطولات، البطولات الاولمبياد خدوها فرصه اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاتحاد الدولي عشان تبقى وبتبقى فيها اللعيبه اللي انت بتشوفها افريقيا، يعني هتلاقي شمال افريقيا، المغرب، الجزائر، اللعيبه اللي بينافسونا بشكل كبير. كينيا واثيوبيا. لا ده في افريقيا، انما في البطوله العربيه مش بتلاقيهم. البطوله العربيه لا مش موجودين. بس بتلاقي مجموعه جامده. الجزائر. نفسك تشارك فيها دي؟ طبعا البطوله العربيه نشارك فيها، هو التاهيل منها الماتش الجاي. انت الماتش الجاي تكسبه ولا تاخد ايه؟ ولا ارقام ولا؟ لا تكسب اول مركز، اول مركز ثاني بيلعب البطوله العربيه. فانت ان شاء الله عندك 800 اللي جاي دي. طب المدينه دي ما تاهلكش؟ ما ممكن حد يعمل رقم. وكمان لو هم حددوا، الاتحاد طبعا حدد البطوله العربيه هي دي اللي هيتاهل منها اللعيبه اللي هتفوز المركز الاول والمركز الثاني بيتاهل البطوله العربيه. نشنوا على البطوله دي اللي هي تحت كام بقى؟ تحت 20 سنه. تحت 20. طب انت مش داخل مع لعيبه اكبر منك ولا انت ارقامك كويس؟ لا انا داخل، هم في اكبر طبعا مني عشان تبقى سنه صغير وسنه بالزبط. كبير بالظبط.
فانا السنه دي صغير بس ان شاء الله مش سن وكده اللي هو بس انت بس طب الارقام اصل مش بالسن ومش بالجسم زي ما قلت نتائج يعني لا بالسن ولا بالجسم هي بالارقام هي لعبه ارقام انت شايف ارقامك ايه بالنسبه لارقام 20 سنه قريبه الدنيا لا ان شاء الله ان شاء الله نقدر نشارك في البطوله العربيه وكمان البطوله العربيه مش نشارك فيها ضيف شرف نحقق فيها باذن الله كمان برافو عليك ان شاء الله ان شاء الله تحقق وان شاء الله تبقى معانا كمان بعد ما تحقق اللي انت عايزه ونفتكر ونعيد الكلام ده ان شاء الله ريتاج هتروح بطوله عربيه كان نفسي ليه منعك ما سني بقى ما يسمعش صدقي انا بتكلم معاكي بنسى ما شاء الله سنك يعني انا وانا بتكلم معاكي بقول ما شاء الله 18 سنه زي عبد الرحمن ما يعني بيجي ما بيجيش في دماغي خلاص انت بس طيب امتى تبقي يعني ممكن السنه الجايه تبقي السنه الجايه هينفع وبتتعمل كل سنه سنة وسنة يعني سنة بس هي اتعملت السنة اللي فاتت عشان الأولمبياد عشان الأولمبياد عشان كورونا وكان موسم استثنائي كانت البطولة العربية السنة اللي فاتت كانت تحت 18 سنة لا أنا بتكلم على الكبار يعني أنا آسف أنا بتكلم على الكبار الكبار اتعملت السنة اللي فاتت اتعملت في تونس الكبار أنا قصدي اتعملت أهلتك للأولمبياد طبعا إنما الناشئين بتعمل سنة وسنة تمام أنت السنة الجاية تبقى أنت عندك فرصة أنت تشاركي إن شاء الله بإذن الله ونفسك تشاركي تجيبي ميدالية وكده وبتاع أكيد طبعا مش مجرد أنت تشاركي بس لا طب قولي لي يمكن الالعاب القوه من الالعاب الصعبه اللي انت بتتحدى نفسك يعني انت مش بس انت بتتحدى نفسك بتتحدى الخصم انت عمال تحسن في الوقت بتاعك انا باخد المتر دي في 20 ثانيه انا عايز اخدها في 19 في 18 فهو تحدي الذات رقم واحد ان انا اعدي حدود التعب تحدي الساعه بالظبط بتتمرني تحدي الساعه والساعه ده هو نفسك احنا اصلا عندنا تمرين اسمها ضد الساعه ايه بقى يعني مثلا بيكون الكابتن ظابط تايم معين مثلا نفترض 40 ثانية وانا هقف عند المسافة اللي تقريبا بتوازنها ال 40 ثانية برافو زي ال 300 كده برافو بقف على الستارت ال 300 دي صورتي كارتاج؟ ده فين؟ ده في المركز الاولمبي لما عملت اول في ال ودي دي في ال 4 في 400 ودي وانا على الستارت ال 80 متر برضه شكلك متغير خالص في الملعب شكلي عبيط لا 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 بالعكس شكلك جميل وشكلك عايز اقول لك كمان شكلك بيبان عليه التحدي اكتر يعني زوم كده لا التحدي لا انا قصدي اقول لك التحدي بيبان في الملعب والتركيز بيبان في الملعب انت هنا في الاستوديو ريلاكس اعصابنا هاديه بنتكلم انما الشكل بيختلف في الملعب انا بس بوري الساده المشاهدين ان من كتر التوتر ممكن شكلك يتغير مين الصوره دي ده انا والكابتن طيب دي برضو كنت صغنونه خالص صح؟ لا ده الماتش اللي لسه من اسبوع ده من اسبوع برضه ما شاء الله بس ليه انت صورك حلوه كلها ريتاج طيب قولي لي ايه ضد الساعه؟ بيثبت لك مثلا يقول لك 40 ثانيه ويقول لك انت 40 ثانيه بجري بقى واول ما اجي عند ال 40 ثانيه ده الكابتن يقول ستوب وانا اقوم واقفه ويحط مارك ان انا وقفت في حلو كده المفروض بقى التمرينه اللي بعدها اكسر الرقم ده تحسني كده وتقعدي بقى تتحدي وماسك الساعه هو هو بقى بيبقى ماسكها وبيفضل يشجعني وانا بجري 10 فانا بقى بتجيب اقصى حاجه بقى. عندك وده اللي بيكسر ما هو ده اللي خلاني اعمل رقم حلو في التمرين يعني هو ده اللي خلاني اعمل 41 في التمرين برافو عليك طب وانت بتعمل نفس التمرين ده نفس التمرين ضد الساعه تمريني بيبقى مختلف ممكن بتكسر الساعه خالص بقى يعني مفيش بقى لازم تعدي حدود التعب تمرين بيبقى ايه مثلا لا اتكلم معايا ايه لا مثلا التمارين عندنا لل 800 بتبقى مختلفه ازاي لانها هي تحمل وسرعه تحمل وسرعه 800 متر سرعه سرعه وتحمل يعني 55 و45 55 سرعه و45 تحمل برافو عليك انت فانت يبقى عندك مزيج من الاثنين ودايما الاثنين عكس بعض على فكره انت لو جيت بسرعه تحملك يقل طبعا انت بتلعب في معادله صعبه قوي فانت بتتحدى نفسك كل يوم مش كل يوم انت بتبقى نازل عايز والتستات لما تعمل تيست في النادي ده اكنه ماتش بيبقى رهبته من رهبه الماتش يمكن اكتر لان انت لو بتجري ممكن لوحدك او بتجري مع واحد او اتنين معاك في الفريق خبر ابيض وبدون بقى تشجيع وبدون ان هو بس اللي بيشجعك مدربك هو اللي بيوقف معاك طيب احنا فاضل لنا دقيقه ونخلص عايزك في 20 ثانيه تقول نفسك في ايه اللي بتحلم بيه هو ان شاء الله البطوله الماتش الجاي نتاهل منه البطوله العربيه ونحقق كمان ميداليه في البطوله العربيه ونعمل الرقم التاهيل لبطوله العالم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ريتاج انا عايزه اكسر الرقم وعايزه اشارك في البطوله العربيه واعلق فيها واتاهل لبطوله عالم ان شاء الله تحققي كل احلامك يا رب ان شاء الله تحققي كل احلامك ريتاج نورتيني وشرفتيني اتمنى لك كل التوفيق شكرا عبد الرحمن نورتيني وشرفتيني اتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق شكرا لحضرتك كابتن عايز اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده شفنا قد ايه شبابنا بيتعب في العاب القوه من الالعاب
المتعبه جدا، ولكن مفيش متعب، مفيش حاجه متعبه مع الاصرار والعزيمه. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده من الابطال.